السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. صحيت النهاردة الساعة 6:30 على رسالة من جوجل ادسنس مبعوثة في نفس الثانية اللي أنا صحيت فيها. الرسالة بتقول تم إيقاف حسابك في جوجل ادسنس. طيب إيه اللي حصل؟ الرسالة مبعوثة من نور بلاي، يعني رسالة تلقائية من ادسنس، فيعني محدش راجع الحساب بنفسه. اللي راجع الحساب هي خوارزميات ادسنس، مش حد في ادسنس. تمام؟ فالرسالة ما قلقتنيش قوي، قلت عادي يعني الموضوع ممكن يكون غلطة ولا حاجة، لأن امبارح أنا مشيك على النقرات ومشيك على كل حاجة، كل حاجة تمام. نقرات 672، المشاهدات كانت 15,000، فالنسبة كانت 4-5%، فالموضوع تمام مفيش مشكلة. طيب إيه اللي حصل وإيه المشكلة؟ أنا عامة مش عارف. طيب أنت إيه اللي قلقك وإيه اللي مضايقك بقى دلوقتي؟ أنا مش متضايق عامة، الحمد لله على كل شيء، ولكن يوتيوب أصلا ما بيكسبش فلوس للناس اللي في المحتوى ده. عارفين يوتيوب الناس اللي في مستوايا حاليا، يوتيوب ما بيكسبش فلوس. 40 $50 في الشهر، انا تلاقي ارباحي كانت كلها في سنتين ونص من يوتيوب بس كانت 800 وحاجه دولار حاليا، فيوتيوب ما بيكسبش فلوس. انتوا عارفين كده كويس، او يعني بالنسبه لي انا وريتكم ارباحي كلها بغض النظر عن الموضوع ده يعني. ففكره ان الاكونت يتقفل دي كانت صادمه بالنسبه لي، ولما لقيتها زي ما قلت لك تلقائيه فقلت عادي ممكن تتحل، ويمكن لو بعت لهم اعتراضي يجي. فبعت لهم الاعتراض، بعت لي رساله الساعه 11:30 دلوقتي، جات لي رساله الساعة دلوقتي 12 إلا ربع حاجة زي كده. فالرسالة بتقول لي تم مراجعة الحساب، وتم برضو مازال الحساب واقف ومش هيرجع، وده قرار نهائي. تحس جوجل ادسنس بيحط عليا اللي هو لو انا مش هرجعهولك كده، انت بتشتغل عندنا مش هنرجعهولك يا عم، انت شغال عندنا انت فاهم، فمش هرجع لك الحساب. انا مش متضايق والله العظيم مش متضايق خالص، ولكن الفكره اللي هو ليه، انا عايز افهم ليه، وهل الموضوع ده فعلا نقرات غير شرعيه زي ما بعت لي؟ لا انا مش شايف انها كانت نقرات غير شرعيه، النقرات مناسبه جدا. يا اما بقى اللي عمل كده كان كليكر محترف، وما اظنش ان حد بيكرهني يكون كليكر محترف لدرجه ان هو يعملها لي على السحتوفه بالظبط انه يقفل لي الحساب بالملي. الموضوع حتى ما جاش مخالفه او اي حاجه، لا ده قفل لي الحساب مباشره. طيب الناس بس اللي ممكن تفكر شويه تقول لك طيب ما تخش بارتنر، لا يوتيوب بعت لي رساله وقال لي تم ايقاف تحقيق الدخل في قناه مستر بوتيك وقناه موتي في، فبالتالي كده يوتيوب كمان طردني من تحقيق الدخل، فبالتالي الموضوع كان انتهى. انا طول الفتره اللي جايه بدايه من النهارده يوم ايه، النهارده 28 مارس، بدايه من النهارده انا هشتغل على يوتيوب بدون مقابل فور فري حرفيا. انا دلوقتي من اول فيديو ده كل الفيديوهات اللي جايه بدون اعلانات على يوتيوب، ولا بارتنر بقى ولا اي حاجه. يوتيوب دلوقتي بقى فور فري بالنسبه لكم على قناه مستر بومتك، يعني استمتع بقى على الفيديوهات بدون اعلانات نهائيا. والله الموضوع حلو تمام، انت تتفرج على الفيديوهات كده مفيش اي اعلانات بقى ولا حاجات مزعجه، ولا احط لك 5 اعلانات ولا اي حاجه. وبرده الحاجه اللي مخلياني مش مصدق الموضوع ده، ان موضوع النقرات، نسبه النقرات لمرات الظهور كانت 5% او 4%، فالموضوع كان غريب قوي اللي هو ازاي نقرات غير شرعيه والموضوع كانت 4-5%. طب حتى لو نقرات غير شرعيه يا ادسنس، انا هكتشف ازاي؟ انا هكتشف ازاي الموضوع؟ ما هو 4-5% دي طبيعيه، وده كل يوم كده عندي اصلا. انا هكتشف الموضوع ازاي؟ بس ده انا عايز افهمه من جوجل ادسنس، دي مسج الادسنس. انا هكتشف الموضوع ده ازاي وهي 4-5%؟ انا مش عارف. تمام؟ فالموضوع ده حاليا حلول وكده، فمفيش حلول تقريبا، كل البيبان اتقفلت. الحمد لله على كل شيء، مفيش اي حاجه، ومستمر على اليوتيوب، مش هقطعه خالص، مستمر مفيش اي مشكله. ولكن بس اللي عايز افهمه ايه اللي حصل ده ليه، وهل فعلا لو شخص عمل لي حركه زي كده وهو اللي ضغط لي على الاعلانات، مع اني برضو اشك في الموضوع ده، ان في حد بيكرهني لدرجه انه يوقف لي شغلي خالص او يحبطني بالطريقه دي، فده حد مريض بجد. بس ما اظنش ان في، او في ناس كده، ولكن يعني ما اظنش ان انا بالذات يتعمل معايا حركه زي كده عشان ما عملتش حاجه في حد يعني. ولكن بجد اللي تستفيده من حاجه زي كده وتطلع من بنصيحه يعني، انك ما تحطش البيت كله في سله واحده، حاول تخلي عندك اكتر من اكونت ادسنس، وما تفتحهمش من نفس المتصفح عشان جوجل ما تقفشكش وتقول لك انت عامل كذا اكونت، ف متصفحات مختلفه. والموضوع يا جدعان عادي والله، يعني لو انت صحيت من النوم كده لقيت المسج دي في وشك ما تضطربش، احمد ربنا انها ما جاتش في حاجه اكبر من كده، وحتى لو جت في حاجه اكبر من كده برضه احمد ربنا عادي. ولو حتى اي حاجه حصلت وقناتك مثلا اتقفلت او اي حاجه حصلت برضه احمد ربنا عادي، واشتغل تاني وابدا من الاول مفيش اي مشكله. تمام؟ يعني حل برضه من الحلول، لان لو قناتي، ان انا لو عملت قناه تانيه تحقيق الدخل هيرجع عادي يعني،
القناه الجديده، تمام؟ فده برضو حل من الحلول. ولكن قناه مستر بومتك او ايميل مستر بومتك كله، الايميل نفسه مش هيبقى مفعل الدخل، مفيش تحقيق دخل فيه لمده الى الابد الى الابد كده تقريبا، يعني لحد ما يوتيوب بقى يعمل قرار ويبوظ حسابات ادسنس بتوع اليوتيوب كلهم، ويعيد تاني بقى كل واحد يحط ادسنس جديد، دي ساعتها بقى ممكن يرجع تحقيق الدخل، ولكن غير كده مفيش. ولما بعت لهم الاعتراض وكده جالي المسج قرار نهائي مفيش ادسنس للقناه دي، مفيش قرار نهائي. فبس حبيت بس اعرفك ان حياتك على الانترنت مهدده طول الوقت، في ثانية ممكن حياتك تتدمر، ما اتدمرتش ولا حاجة الحمد لله، ولكن يعني انت ممكن مثلا، انا واحد بشتغل في كده، انا بشتغل في الربح من الانترنت، فمش فارق معايا فلوس يوتيوب، ولكن انت كشخص ممكن تكون مثلا واحد زي الناس الجيمرز مثلا، ما عندهمش مواقع، ما عندهمش كذا، مش فاهمين في طرق الربح وكده، فلو عنده ادسنس بس واتقفل بالطريقة دي صدقني صعبة، صدقني صعبة عليه قوي بجد، الموضوع يبقى صعب قوي. الناس الفلوجرز، الناس كده الموضوع بيبقى صعب عليهم بشكل مش طبيعي لو حصل لهم حاجه زي كده واكونت ادسنس بتاعهم اتقفل فجاه كده. بس شكرا جدا ليكم على المشاهده، ويا ريت لو حد يفهم في موضوع ادسنس يشاركني في الكومنتات تحت، ممكن يساعدني في حاجه زي كده، اي حد يقدر عامه يقدم لي مساعده يا ريت يشاركني في الكومنتات تحت. وحاجه تانية ادعوا لي بقى كده ان الدنيا تظبط معايا والنفسيه تتظبط كده، واقدر ايه اعمل فيديوهات وما اقطعش، وانا مش هقطع عامه، انا واخد قرار ان انا الموضوع ده مش هيأثر عليا تماما ومش هقطع، وهفضل مكمل ان شاء الله، مفيش اي مشكله. ولكن ايه، عايز اعمل الفتره الجايه حاجه كده خارقه عشان اقدر استمر واعمل فيديوهات احسن من الاول كمان، يمكن يكون جوجل ادسنس اصلا كانت حاجه نحس يعني، فخير الحمد لله. وبس كده، برضو مره تانية لو حد فاهم في الحاجات دي اكتر مني يعني، فيكلمني او يحكي لي قصته في الكومنتات تحت ونرد على بعض. ولو حد يقدر يساعدني في يوتيوب، في منظومه يوتيوب، يا ريت يبعت لي رساله. وبس كده، سلام.